استجابة لطلباتكم واستجابة لأسئلتكم واستجابة لرأيي فيما يتعلق بالحكم اللي صدر اليوم في المحكمة الابتدائية الاجتماعية. فكنقول لكم بأنه أنا بعدا شخصيا كجموع المحامون وجموع الناس ديال القانون في هذا البلد السعيد هو أن عندنا هذا الحكم هذا عادي جدا عادي جدا. هذا حكم كان متوقع. علاش؟ لأن ضروري كيكونوا جوج أطراف كاينين في الملف، يا هالطرف يا هالطرف، أي طرف فيهم ملي كيتصدر حكم في صالح واحد الطرف معين كاين الآخر كيقوم بالاستئناف. هذا حكم غير ذي أثر، لا ينتج أثرا. كيفاش لا ينتج أثرا؟ هو أنه كيبقى حكم ابتدائي ما عندوش شي حاجة اللي كترى، حيت إثبات النسب ولا ثبوت النسب راه ما كيكونش في المرحلة الابتدائية. اي تصدر واحد الحكم ولكن تصدر حسب السلطه التقديريه ديال المحكمه الابتدائيه. كاينه محكمه الاستئناف اللي هي محكمه اعلى درجه واللي هي اللي كتستنفذ خلال الاحكام اللي كتكون ابتدائيه، وعاوتاني كيعاود يتناقش هذا الملف من الاول وجديد بجميع معطياته واطرافه ومذكراته امام واحد الهيئه واحده اخرى، هيئه اللي كتكون اعلى درجه من الهيئه الاولى واللي هي كتعاود تناقش هذا الملف من الاول وجديد وعاد كتصدر القرار ديالها. من بعد كيكون محكمه النقد. عاد محكمة النقد هي محكمة قانون، هي اللي كتفصل بالاخر بقاعدة قانونية، والقاعدة القانونية اللي كانت ذابت عليها هذه المحكمة ديال النقد واضحة وبينة ولا غبار عليها، اجتمعت عليها جميع الغرف مجتمعة في قرارات محكمة النقد فيما يخص الأحوال الشخصية بالأخص في هذا الموضوع ديال الشبهة في النسب. بمعنى المرحلة بقى طويلة. أنا اللي كنتفاجئ ليه هو أن الناس اللي المفروض انهم يكونوا ناس ديال القانون كيخرجوا عند الناس وكيبداو في المغالطات. راه كتخرجوا على عباد الله، عباد الله راه كتخرجوا على عباد الله ملي كتعطيهم واحد المغالطات اللي هي مكذوب عليهم فيها ولا شي مغالطات اللي هي خطيره كتحاولوا تمروها زعما بان راه هذا حكم تاريخي. راه الحكم ديال طنجه كان حكم تاريخي وتوجهت محكمه الاستئناف ولغاتو باش اسم جلاله الملك وطبقا لماذا؟ طبقا للشرع وطبقا للقانون، وجاوبات على الاتفاقيات الدوليه، وجات محكمه النقد وهي تجاوب عاوتاني ملغات داكشي كاع كامل وجاوباتهم بما هو الشرع. اللي فهو الشرع. انا علاش هاد الناس هادو كيربطوني بهذا الملف؟ انا هاد الملف هذا ما عندي به حتى شي علاقه، ما عندي به حتى شي علاقه، راه ماشي كنتهمم به ولا علاش، حيت عارفه بان المسار ديالو طويل، وعارفه بان المسار ديالو ما كينتهيش في المرحله الابتدائيه، وعارفه بان المرحله الابتدائيه ما كتنتجش واحد الاثر معين في واحد النسب. راه كتقول لك ثبوت النسب حسب مراجع امامها وحسب السلطه التقديريه ديالها. كتجي محكمه الاستئناف كتجاوب حتى هي كتعطي واحد القرار استئنافي واحد اخر بناء على داكشي اللي راجع امامها ومناقشات والوثائق والاثباتات وكتكون هيئه على درجه. كتجي عاوتاني محكمه النقد راه ما كندويش على دابا، لكن هذا كيروج من 2019 راه مازال غادي يروج محكمه الاستئناف ومازال غادي يمشي حتى للنقد، وعاد النقد هو اللي غادي يفصل. والنقد الا جاوب مثلا راه ممكن يردوا الاستئناف وممكن يرفض الطلب للطرف الاخر. بمعنى تجيو تضحكوا على الناس بواحد شي حاجه زعما اللي كتخرجوا فيها كتستعرضوا العضلات ديالكم، على الاقل شرحوا لهم القانون، شرحوا لهم ما لهم وما عليهم، شرحوا لهم هاد الامور هادي وخليوا الامور تناقش داخل المحكمه. راه السبب الوحيد اللي كيخليني نخرج نجاوب هو ما يصدر عن الدفاع للطرف الاخر. راه السبب الوحيد، راه الا بقات الامور غاده بهذا الشكل هذا غندير ندوه صحفيه وغادي نجبد هاد الملفات بجوج. راه حشومه وعيب وعار ان شي واحد يبدا يستعرض العضلات ديالو، كيبدا زعما يسترزق بالاعراض ديال الناس وبطفله وكذا وتخشي سميتي معاها. انا راه ما غيتلحق لي نسب، ما انا كان في نسب، يعني هاد الملف هذا انا ما عندي به حتى شي علاقه، انما كندوي معكم غير في اطار القانون. هذا الملف دابا في مرحله ابتدائيه لا ينتج اثر، هذا حكم تصدر، ما كاين دابا حتى شي الحاق ديال النسب، وما كاين دابا حتى شي ثبوت ديال النسب، وما كيكونش حتى في مرحله ديال الاستئناف، وكيكون في مرحله ما بعد مرحله النقد، يعني واحد المسيره مازال قدام، ومازال فيها واحد النقاش قانوني، ومازال فيها واحد المسيره واحده اخرى. الملف اللي كيتعلق بيا انا هو الملف اللي ما كيخليش هاد الدفاع انه يدوز. هاد الملف هذا ديال المحكمه الاجتماعيه الحمد لله فصلت فيه اخيرا. حنايا راه الطرف الاخر غادي يتقدم بالاجراءات القانونيه والقضائيه، وفات تقدم الاجراءات القانونيه والقضائيه فيما يتعلق بهذا الملف هذا، كل حاجه كتاخذ السير العادي ديالها. الملف الاخر انا ارجو هاد الناس هادو انهم يساليو باش يخليو كاع الناس كلها ترتاح، خلونا حنا نرتاحو باش ان هاد الملف هذا خاصو يدوز. الملف هذا حبسوه، ما خلاوش هاد الملف يدوز. كان عندكم واحد التخوف اللي هو اللي خلانا حنايا نتاكدوا بان راه عندكم معطيات على الملف اللي تصدر الحكم ديالو، لان كتاخروا هذا الملف على قبل هذا الملف ياك، رغم ان الملف جنحي راه ما عنده حتى شي علاقه بالملف اللي تصدر فيه حكم اليوم، ما عنده حتى شي علاقه. هذا كيمشي في اطار القانون الجنائي، هذا كيمشي في اطار العقوبات الحبسيه،
هذاك يمشي في اطار الجرم للجرائم اللي كيرتكبها الشخص واللي ما خاصوش انه يديرها واللي كتكون مجرمه طبقا للقانون اللي كيتعاقب عليها. هو هذا الشيء ديال نشر الصور وتوزيع الصور وديال المشاركه في الخيانه وديال الابتزاز وديال التهديد، هذه امور كتناقش في القانون الجنائي ما عندها حتى شي علاقه بمدونه الاسره. ودوله الاسره كلشي الناس عارفه باش اشنو كتناقش. والله ما يتحكم الا بالقانون، ما غيتحكم الا بالقانون. ملي كنقول القانون راه كنقول مرحله ابتدائيه، ثانيها مرحله الاستئناف، ثالثا يليها النقد. الحجم ديالو حيت كانت تمرات فيه بزاف ديال المغالطات، كان فيه بزاف ديال الكذوب، كانت فيه كذوب، كانوا كيخرجوا عند عباد الله وكيقولوا شي حوايج اللي خلاونا حنايا ما قدرناش نجاوبوا عليها وما قدرناش نجاوبوا عليها. علاش؟ حيت كتحترم الصفه ديالك، كتحترم الاخلاق ديالك، كتحترم المهنه ديالك، كتحترم الزملاء ديالك في جميع الهيئات ديال المغرب، كتعرف بان الامور كتناقش داخل المحكمه ما كتناقش في الزنقه. ولكن هما اعتمدوا واحد المعركه اعلاميه، اعتمدوا واحد المعركه ديال التشهير، اعتمدوا واحد المعركه ديال الكذوب، فحاولوا انهم يديروا واحد الاشهار نفوسهم زعما راه كاين كذا، رغم ان راه ملفات كبيرة بزاف واللي كتكون سياسي واللي كتكون ديال الرأي العام، ما تلقاش فيها هاد شي وجوه، شي وجوه يستحيل تلقى فيهم وصلوا لهذا المستوى ديال النقاش القانوني باش يمشيو يدخلوا لهاد الملفات. كتلقى غير باراشوت على واحد الملفات اللي هي عادية جدا، وكيخلقوا منها واحد الهالة باش يكمروا واحد التصور معين ما عمره غادي تقدر يتمرر، داكشي علاش كنقول لهم انا كوكتو عندكم واحد الجرأة، جرأة قانونية حقوقية موضوعية، شرحوا للناس اشنو بغيتوا من هاد الملفات هادي باش تخرجوا منهم ليها العلاقات الرضائيه. ديك الساعه خليو الناس ماشي تضحكوا عليهم شي حاجه باش تخليهم هما اللي كيطلبوا بها، لا، شرحوا لهم اشنو باغيين نتوما من التصور ديالكم وخليو ديك الساعه الناس هي اللي غادي تقرر. ورا هذا الملف الوحيد اللي انا بعدا شخصيا والله العظيم الا استغرب، زعما بعض المرات كتبقى تشوف شي واحد اللي كتقول لي والله الا حشمت بلاصتك، والله العظيم الا كتشوف شي حاجه في هذا الملف هذا كتبدا تقول والله الا حشمت انا حشمت بلاصتي عباد الله، كتقول حشمت بلاصتي عباد الله. زعما الناس اللي ما كتحترمش نفوسها حتى لهاد الدرجه، وما كتحترمش مهنيتها حتى لهاد الدرجه، وما تحترمش الصفه ديالها حتى لهاد الدرجه والبدله ديالها، وتبقى تجي في شواهد طبيه شواهد طبيه شواهد طبيه. انا ضري راسي ملي كنشوف شي واحد اللي هو صحيح صحيح واقف على رجليه كيجيب شهاده طبيه، هو بنفسه كيجيب شهاده طبيه ما كيجيبهاش للهيئه، ما كيجيبهاش للجلسه، لا، كيجيبها الكتابات بالضبط نهار الجمعه مع 3:30 ديال العشيه باش ما يحضرش الجلسه ديال نهار الاثنين.